السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس برمجة تطبيقات الهواتف الذكية سواء كانت iOS أو أندرويد باستخدام الأداة الرائعة والجميلة فلاتر. والنهاردة هنكمل كلامنا عن البروجكت اللي بدأنا فيه من كام حلقة فاتت كده، واللي عبارة عن لستة بنخزن فيها أسامي الطلاب، وعشان ما نضيعش الوقت يلا بينا نبدأ الجزء الخاص ببناء قواعد البيانات الخاص بالبروجكت دوت، فخليكوا معانا. كده خلاص عملنا الكرييت والانيشاليزيشن، تعالوا بقى نعمل بقى حتة ايه بقى اللي هو الانسيرت والديليت والاديت. هنعمل هنا فانكشن سميها get student map list. طبعا احنا عرفنا خلاص كله هيبقى سينكرونايز كده ماشي، وهنقول له مثلا هنا الداتابيز، اول ما يبدأ الداتابيز دي بي هيساوي a await this dot database ماشي. نيجي بقى نجيب الريزلت بتاعته، هنقول هنا var result هيساوي await db dot query، وهنا اسم التيبل او هنا table name ماشي، وهنا order by ممكن نرتبهم كمان، نرتبهم مثلا بالديت، بلاش الديت، نرتبهم بالاي دي اي اس سي، وهنا ريتيرن ريزالت. طيب احنا هنا عملنا ايه؟ رجعنا قيمة الداتابيز الكويري ديت ماشي هنا اهوت في الريزالت، بس ده كده مش صح. الصح انك انت مش تقول له كده، لا انت لازم تدي له قيمة اللي هو هنا فيوتشر، وهنا تيجي تكتب بقى تحتيه هنا ليست، ونوع الليست ده ماب، ونوع الماب ديت زي ما احنا كنا عاملين في الموديل سترينج، وهنا ايه دايناميك كده تمام، سترينج ودايناميك تمام كده. ده فايدته ايه؟ ده الطيب الاجمالي اللي بترجع بيه الكويري هنا من ايه، من الريزلت دوت. على فكره في طريقه تانية ترجع بيها الريزلت، مثلا هنا var مثلا هنا 1 هيساوي برضو هنستخدم الاويت، برضو هنستخدم الاويت هنا await db dot، في حاجة اسمها row query ماشي، ودي بتدخل فيها بقى كلمة سيكوال كاملة، جملة سيكوال كاملة select star from اسم التيبل دوت سوري تيبل نيم، هنا اوردر باي مثلا هنا الاي دي وهنا اي اس سي طبعا اسندنج. ده هو نفسه، ده هيرجع نفس ده، بس بما ان الناس هنا مش يعني الروكويري دوت بيحتاج انك تكتب جمل سيكوال ماشي، بما ان الناس ممكن تكون ضعيفه في جمل السيكوال فاحنا هنعتمد ده دلوقتي ماشي. هو كده كده بيقول لك تيبل نيم الاوردر باي الوير الحاجات ديت بالاسلوب دوت، فانا اعتمد الشغل بتاعنا بالاسلوب ده دلوقتي ماشي. وانا كده رجعت الليسته بتاعت ايه التيبلز بتاعتي كلها اللي في التيبل هنا عن طريق الكود دوت. هنستخدم بقى نعمل بقى الانسيرت والابديت والديليت اهو، فيوتشر انت هنا هنقول ايه انسيرت student، وهنا
الستيودنت وهنسميه ستيودنت عادي. السينكرونايز الداتابيز زي ما احنا اشتغلنا دي بي هيساوي await this dot database. اوكي، وهنا الفار result هيساوي await db dot طبعا insert. احنا مش هنستخدم الكويري، مش هنستخدم في حاجة اسمها insert query، لا احنا هنستخدم ايه الانسيرت بس. هنا هنا table name والفاليوز اللي بتبقى داخلة على شكل ماب، فزي ما قلنا لكم بتتعامل مع الماب. يبقى هنا student dot get map او to map، والاخر return result. طبعا هنا بيرجع عدد الروز اللي تم تحديثها، يعني انت عملت بعت 2 رو، بعت 1 رو، بيرجع للانتجر دوت في النهاية. ماشي، تعالوا دي كده الانسيرت، تعالوا نعمل الابديت فيوتشر انت انت ابديت نوت و ابديت ستودنت، وهنا ستودنت برضو السينك، برضو هناخد نفس السطر الاولاني دوت ده بنكتبه تاني، وهنا وهنا var result هيساوي await db dot update اسم التيبل table name ال values هنا student dot to map. وهنا بقى ايه ندخل بقى ال where اللي هو ال condition بتاعتنا، فهنقول له هنا سوري where هنا دوت مثلا ال ID ماشي هيساوي علامة استفهام، عشان بعد كده ادخل ال where args اللي هي القيم بتاعت ال where بشكل زي ما تقول كده مصفوفة، وبقول له ده هنا ال student dot id كده، يبقى انا دخلت قيم ال where. ونيجي بقى بعد كده نقول return result عادي زي هنا بالظبط كده. ماشي، فاضل لنا ايه الديليت، وبنفس الطريقة فيوتشر انت طبعا قلنا الانت ده اللي بيرجع فيه القيمة ديتش انت، هنا ديليت ستودنت هنا انت اي دي اسينكرونايز، طبعا انا مش محتاج غير الاي دي بس، في حبط اي دي بس يعني، هنا var دي بي هيساوي await this dot هنا database، وبعد كده هنستخدم ال row delete زيهم زي كل او delete عموما int dot result هيساوي await db dot delete. ماشي، وهنا التيبل نيم تيبل نيم، وبص احنا نعملها ديت باسلوب التاني الرو ديليت احسن عشان يبقى استخدمنا كله دوت رو ديليت، فنكتب جملة سيلكت على طول ديليت فروم هنا تيبل نيم وير اي دي ايكوال دولار ساين برضو اي دي. ماشي، هنا انت ريزلت تمام كده او سوري ريتيرن تمام كده. فاضل حاجة بسيطة، تعالوا نجيب الكاونت
بتاع ال ايه الروز النهائي في الداتابيس كلها future int، وهنقول هنا get count مثلا برضو هنا async. خلاص عرفتوا الحتة ديت. ده database db هيساوي await this dot database. وتعالوا هنستخدم، احنا هنرجع بقى كويري كامل، فهناخد نفس الفانكشن دوت كده، نفس التعريف ده كده ماشي، بس استخدم بس الليست مش الفيوتشر كله. ليست ماب سترينج دايناميك مثلا هنسميه هنا كاونت، او اول ماشي هيساوي await db dot row query. وجملة السلكت سهلة جدا، select count بين قوسين كده star ماشي from dollar sign table name. وكده يعني احنا جبناها، احنا بس احنا عاوزين نجيب القيمة اللي هي هتطلع في الكاونت ديت. فهنقول له انت انت ريزالت هيساوي اس كيو اف اس كيو اف لايت. ايوه في فانكشن عنده اسمها فيرست انتجر فاليو، وبيساوي هنا الاول تمام. وهنقول له هنا ريتورن ريزالت تمام. كده احنا كده عملنا الدوال بتاعه الداتابيس هيلبر كلها الكلاس بالكامل ماشي. اللي عنده مشكله في اي حاجه في الكلاس دوت يا ريت ما يترددش ويسيب سؤال في الكومنتس بوكس، واتمنى الناس تتفاعل معانا عشان ننزل مزيد من الفيديوهات ومزيد من الكورسات، عشان اليوتيوب دايما بيهتم بالكورسات اللي عليها نسب تفاعل اكتر. طبعا الناس مش هكرر تاني، الناس اللي بتدعمنا هي اللي بندعمهم، الناس اللي بتسأل كتير او بتسيب كومنت على الاقل او بتتفاعل مع الفيديوهات هم اللي ليهم بيكون اولوية الرد. غالبا الناس دي عارفة نفسها وعارفة ان اول ما بتسيب سؤال بيتم الرد عليه، بينما الناس التانية اللي بس مجرد يعني كل 10 فيديوهات بيسيب كومنت او يعمل لايك او يعمل شير ممكن بتأخر عليهم شوية في الرد، لان انا عارف ان هم مش متابعين، مش من ال زي ما تقول كده ايه، مش من التوب فانز. دلوقتي اليوتيوب بقى بيعرفك مين هم التوب فانز للصفحة بتاعتك او للاكونت بتاعك، فتقدر ترد عليهم بسرعة، انما اللي مش توب فانز فلما افضى بقى ان شاء الله ابقى ارد عليهم. وانا بعتذر يعني على كده، بس يعني هو ما بيتفاعلش معانا، فانا مش مطالب مني برضو ان انا اتفاعل مع حد مش بيتفاعل معايا او مش مهتم بالمادة اللي انا بقدمها. في النهاية اتمنى لجميع التوفيق، يا ريت ناس تبص بس على الديسكريبشن بوكس هتلاقوا فيها لينكات كتير لاكواد كتير، والاكواد دي كمان اتكتبت النهارده، واللينكات لكورسات تانية كتير. الى ان نلقاكم مجددا لكم مني كل التحيات، كان معكم مبرمج احمد محمدي، الى اللقاء.